هلا ويلي. 23؟ 23 ايه؟ هو في الطاولة 23؟ أما أنا مش بتكلم على الطاولة خالص ولا شغلاني. أنا بتكلم على الراجل ده اللي اسمه عنتيل النصرية اللي أنتوا سلمتوه. تصدق ابن الجنية طلع مصور 23 مرة في الصالة بتاعتي. ده دول بس اللي على الهارد، ده لسه في فلاشات بس ما رضيتش أسلمها. أعراض ناس بقى ما أنت عارف. لا وأنت عامل أي ناس أي. كل حاجة دلوقتي بقت بتصور. الحمد لله يا عم ان احنا الكاميرات الصيني دي ما كانتش على ايامنا كنا اتفضحنا. ما انت خاربها من زمان، كل 6 شهور جوازك. الله الله الله، انت بتعد عليا السيد ولا ايه؟ وانا انا عملت حاجه حرام؟ ما هو كله في الحلال. كله في الحلال. بس كلام في سرك، انا شاك ان الواد صلاح مصورك. إيه؟ اسمع الكلام. لقيت فيديوهات على النت مكتوب عليها سلطان عنتيل النصريه، بس ما تقلقش هو مصورك من ظهرك، بس انا عرفتها اصلا هي بالظبط. هي ايه؟ الدماغ، ما تخافش. بوخه. لا يا بولبول. لا يا سلطان. يا بولبول ما تجيب اسوق الحكومه شويه. تسوق الحكومه ولما تلبسها في حيط؟ ما هي لابسه من زمان. قول لي عملت ايه؟ جبت لك الخلاصه. الله ينور عليك. امال ايه؟ انت بتعمل ايه يا سلطان؟ انت بتلعب الكمبيوتر ولا ايه؟ عمال تلف وتدور في الكلام ليه؟ ما تجيب من ابو ناهيه وتقول لي عايز توصل لايه يا طيب؟ نصر. اشمعنى؟ اشمعنى يا بت؟ جرايه يا بنت عمتي، انت مش هرشاني ولا ايه؟ بحبها يا بت وكتاب ربنا بحبها وعايز اتجوزها. بتحبها؟ من امتى؟ زمان، زمان قوي، مش عارف اعمل ايه. اشمعنى؟ قصدي ليه يعني؟ جرايه يا بت، والحاجات دي فيها ليه واشمعنى؟ يا بت انا بشوفها معديه في الحاره، قلبي بيرفرف، ببقى عامل زي العيال الصغيره. نصره، هو في زي نصره؟ ادب، اخلاق، مجدعه، ولسانها بينقط شهد. قرش بس ناشف عليها حبتين. وهيفضل ناشف على طول يا عيني. ليه يا ميسا؟ هي عينها من حد تاني ولا ايه؟ يا خرق عينك، دي سكه تانيه خالص، مش سكتك. قصدك يعني عشان بتربي اخواتها؟ طب ما ابو خارست رجع، ما يشيل هو بقى. وبعدين اخواتها بقوا زي الشحوطه خلاص، وان كان على الشغل يعني فينش، ما تشتغلش تاني. هو انا بلص ولا ايه؟ انا هشيل الليله. هي بس توافق. وابو خارست هيوافق وراها على طول. وسنها؟ عجباني، شاريها على كده يا امرا. نصرة ما بتفكرش في الجواز، ولو حتى فكرت هتفكر فيك انت يا طيب. ليه كده يا ميسا؟ ليه الغلط ده يا اختي؟ واحنا نسوان ولا ايه؟ ولا انا ناقص ايد ولا رجل؟ يا بنت انا معايا قرش واديها بدل القرش 1000. حلو، كل اللي بتقوله ده حلو قوي، بس هي جالها عرسان معاهم فلوس اكتر منك مليون مره ورفضتهم، هتوافق بك انت ليه؟ عشان انا الطيب. انا الطيب يا بنت. ها؟ هتفضلي تلاقينا جلاش كده ولا هتساعدينا ولا ايه نظامك؟ يا رب. ذمتك ما وحشتكش. انت يا صلاح اللي جابك، مش اتفقنا كان كام يوم في البيت؟ ايه يا عم، وانا عليا مراقبه؟ وبعد كده من امتى وانا بسيبك في اي شغل يا ابوخه؟ الله، ما انا طول عمري في ظهرك يا جدع، اشمعنى المره دي؟ وابوك بقى اللي اديته كلمه، ده عامل فيه ايه؟ يا عم اسحبها، وانت اديك كلمه لعمرو موسى؟ ماشي يا ليمت. طب ايه عشان البضاعه وصلت؟ يا ابن الحرام، انت معبي كتير. يا عم احسن مال لاصحابه، واحنا دلوقتي هنبقى ايه؟ اصحابه. اسحب. احبك يا ابوخه.